انا حسام حسن مثلا. حسام حسن من اللعيبه اللي يعني ما بيفكرش بره الملعب بس، يعني هو هو الملعب وخلاص، يعني هو دايما عامل يعني نفسه سياج، ما ياكلش ما يشربش ما يهتمش باي حاجه. هو مهتم بس الماتش وهنعمل ايه بكره واجيب جون ازاي واعمل كده وانا حلو وانا كويس. ويجي يكلمني يقول لي انا كويس في الماتش. انت حاجه كبيره. بس هو من كتر ما هو مركز في الحته دي راح في مكانه تانية كبيره في كمنتخب مصر. ما قلتش ليه التوأم يعني؟ ايوه طبعا، ما كابتن ابراهيم يعني. بس هو بص، الكابتن ابراهيم قيمه كبيره جدا، ويعني افضل باك رايت جه في تاريخ مصر في الحته اليمين دي. ما يعني طبعا في ناس كتيره يا كابتن ابراهيم. لا، مع اليوم ده هو كان قصه. هو كان قصه. بس انا بتكلم ليه كابتن حسام كارقام بقى، كارقام اتحققت يعني في اهداف، في عدد مباريات، في كذا. كابتن حسام نقل في حتة تانية ارقام كبيره جدا.